نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. أبيات كتبها الشاعر أحمد شوقي منذ زمن، وها هي اليوم تطبق على أرض الواقع بافتتاح أول نقطة تجمع للفن بكل أشكاله في جدة تحت مسمى أرباب الحرف، المبادرة التي تهدف إلى جمع الخبرة والتعارف والإبداع من خلال الورشات العملية لجميع الهوايات والتخصصات التي تندرج ضمن قائمة الفنون. فن في المملكة العربية السعودية، هدفنا الأساسي هو أنسنة الحياة، جعل الحياة أكثر إنسانية في السعودية عن طريق الفن والموسيقى. وبرضه مقيم دورات أول بأول في هنا في مقهى أرباب الحرف، دورات لتعليم الناس الفن، دورات لتعليم الموسيقى، دورات لتعليم النحت، دورات لتعليم العلاج النفسي عن طريق الفنون أو عن طريق الرسم، دورات لأشياء كثيرة مختلفة وأشياء برضه في مو بس على الجانب الفني، برضه عندنا الجانب التعليمي، بنعلم الأطفال مثلا الفن المسرحي أو التمثيل المسرحي، بنعلم برضه الأطفال على الفنون المختلفة وهكذا، يعني أشياء كثيرة عندنا متعددة في أرباب الحرف. تعتبر أرباب الحرف بيئة خصبة، يتم زرع المواهب ودمجها بالخبرات وتعليمهم لحصاد نتائج مبهرة في أجواء القهوة والموسيقى، بحيث أنها تعتبر أول مقهى تعليمي ترفيهي ثقافي شبه ربحي يتم فيه عرض الأعمال وبيعها أو عرض التحف والمنحوتات واللوحات القديمة التي مر عليها أكثر من 80 عام. يمكن وجود الأماكن اللي اليوم إحنا بالنسبة لنا نجدها هنا هي اللي كنا نتمناها، لأنه في كل مدن العالم وعواصم العالم نجد أن هناك المقاهي الثقافية التي هي نقطة التجمع وتبادل الأفكار وأيضا تصحيح للأفكار الخاطئة. فوجود هذا الجو والبيئة الثقافية الجميل أعتقد أنه إحنا في المسار الصحيح. فرصة لنا نتعرف على شخصيات يمكن ما عندنا فرصة تانية أو مكان تاني ممكن نقابلهم فيها، فمكان مرة جميل لأننا نقدر نقابلهم ونتكلم معهم ونستفيد من خبرتهم. نعم، لأنه تبادل الثقافات الفنية مهم بالنسبة لنا، لأنه فهمنا للفنون أعتقد أنه بسيط إلى الآن، يعني إحنا بيحركنا التعطش للفن، العاطفة الفنية، الموهبة إحنا بنتولد بيها، لكن الوعي الفني هذا محتاج له دراسة كبيرة، بحث كبير. ولادة الإبداع لا يحتاج إلا للاحتضان لإبراز المواهب الربانية وتوريثها للأجيال من خلال الأعمال. شاهد باهبري، قناة السعودية، جدة.